البسيط. من خلال التجربة دي يا شباب هنتعرف على قياس ثابت الجاذبية الأرضية اللي هو جي، اللي كنا عارفين بيساوي 9.8. عشان ننفذ الكلام ده شباب محتاجين كرة صغيرة مع خيط مهمل الوزن، حامل تعليق الكرة مع ماسك للخيط، مسطرة مترية، قدم ذات ورنية، ساعة إيقاف. أبسط صورة للبندول البسيط يتكون من كرة صغيرة ذات كتلة M معلقة بخيط مهمل الوزن له طول مقداره L. في حالة السكون يا شباب أو في حالة عدم إزاحة الكرة أو الكرة في وضع السكون أو في وضع عدم الحركة، بيكون هناك شد في الخيط مقداره T. هذا الشد يؤثر لأعلى، هذا الشد يؤثر لأعلى ويكون مساوي لقوة أخرى اللي هي قوة وزن الجسم أو وزن الكرة اللي هي تساوي M في الجيم. طبعا قوة الوزن يا شباب بتأثر إيه؟ بتأثر لأسفل. ده في الحالة لما يكون في وضع السكون هيكون مقدار الشد في الخيط اللي هو الأعلى يكون مساوي ومضاد في الاتجاه لوزن الكرة اللي هو ام جي، وتكون المحصلة بتساوي صفر. تعالى نعمل إزاحة صغيرة كده، إزاحة صغيرة للكرة أو للجسم ده عن وضع الاتزان. هذه الإزاحة مقدارها وليكن إكس، فإن الكرة تتأرجح ذهابا وإيابا حول وضع الاتزان أو وضع السكون. رجوع الكرة باتجاه وضع السكون، رجوع الكرة باتجاه وضع السكون بيكون ناتج تحت تأثير قوة بنسميها ريستورنج فورس. ريستورنج فورس يا شباب أو القوة المرجعة، وهي القوة التي تتسبب في إرجاع البندول دائما في اتجاه وضع الاتزان، دائما في اتجاه وضع الاتزان. وحيث أن سكون الكرة يا شباب، حيث أن سكون الكرة سيتم بعد فترة، فتكون الحركة التي تتحرك بها الكرة تحت تأثير هذه القوة تسمى الحركة التوافقية البسيطة simple harmonic motion. تعرف هذه الحركة اللي هي الحركة التوافقية البسيطة على أنها الاهتزاز حول وضع الاتزان بحيث تتناسب القوة المرجعة دائما تناسبا طرديا مع مقدار الإزاحة عن وضع الاتزان، ودائما تكون في اتجاه معاكس ليها، يبقى معنى كده ان القوة المرجعة بتغير في اتجاهها بحيث تكون دائما في اتجاه معاكس، اتجاه مين؟ اتجاه الحركة. وبالتالي يكون اتجاه هذه القوة يا شباب بتكون في اتجاه وضع الاتزان، نلاحظ يا شباب من الشكل ان انا لما اعمل عند عمل شيفت صغير او ازاحة صغيرة للكرة عن وضع الاتزان اللي هو الوضع ده يا شباب بمقدار الاكس، ونتيجة ان هذه القوة الكرة او هذا الجسم يقع تحت تأثير قوتين، قوة الشد الاعلى اللي هي قوة الشد في الخيط، وقوة الجاذبية اللي مصدرها برمز اف جي اللي هي بتساوي الام في الجي. ونتيجة ان قوة الجاذبية او قوة الوزن عند عمل ازاحة بمقدار اكس عن وضع الاتزان دائما بتكون تصنع زاوية مقدارها سيتا مع مين يا شباب؟ مع مقدار القوة. لما يكون عندي قوة تميل بزاوية بحللها مركبتين، مركبة في اتجاه الكوزاين ومركبة في اتجاه الساين. تأثير القوتين أو تأثير المركبتين، إن المركبة الأولى اللي هي مركبة في اتجاه الساين، ندرس بداية مركبة الكوزاين. مركبة الكوزاين هي عبارة عن المركبة المؤثرة مع الشد أو المضادة للشد. لو افترضنا أن الشد لأعلى بالموجة، فتكون مركبة الكوزاين أو مركبة الإف جي أو قوى الجاذبية في اتجاه الكوزاين بإشارة سلبة. وبالتالي محصلة القوتين دول بيساوي صفر، يعني التي زائد الإم جي كوزاين سيتا بيساوي صفر.
عندنا مركبة تاني، لا مركبة الصين. مركبة الصين لاحظوا كده ان مركبة الصين هي المسؤولة عن ارجاع البندول في اتجاه وضع مين؟ في اتجاه وضع الاتزان. يعني هي عبارة عن الريستورنج فورس، يعني هي عبارة عن، او هي عبارة عن القوة التي تساوي القوة المرجعة، الريستورنج فورس. طيب يبقى اذا الاف ريستورنج فورس اف ار اي او اف ريستورنج بتساوي ماينس ام جي ساين سيتا، ماينس ام جي ساين سيتا. طبعا السالب ده يا شباب جاي لان نتيجه ان ايه الاف جي، نتيجه ان الاف جي واخد الاتجاه السالب. طيب لاحظوا كده يا شباب انا بتكلم بقول اف جي ساين سيتا، حيث السيتا دي يا شباب اللي هي عباره عن ايه؟ الزاويه بتاعت الازاحه عن وضع الاتزان، زاويه الازاحه عن زاويه عن وضع الاتزان. هنفرض واحنا بنجري التجربه ان الزاويه دي صغيره، الزاويه دي صغيره يعني في حدود من 8 ل 10، في حدود من 8 ل 10 درجه، في حدود من 8 ل 10 درجه، يعني الزاويه ايه؟ زاويه صغيره. وعندما تكون الزاويه صغيره فان الساين سيتا او ساين الزاويه بيساوي تان الزاويه، بيساوي تان الزاويه، ساين الزاويه بيساوي تان الزاوية، بيساوي المقابل على المجاور. المقابل للزاوية هو عبارة عن اكس او ال سيتا، والمجاور للزاوية هو عبارة عن ال ال، عبارة عن ال ال. يبقى اذا الريستورنج فورس اللي هي الام جي سيتا او ام جي خلاص هنسميها تان سيتا بتساوي ام جي اكس على ال، هتساوي ام جي اكس على ال. يبقى الريستورنج فورس هتساوي ام جي على ال في الاكس، طبعا بالاشاره السالبه بتاعتها. عندنا عندي قانون نيوتن الثاني يقول ان القوه اف تساوي الام في الايه، حيث الام الكتله والايه التسارع. يبقى اذا هساوي العلاقتين، نساوي العلاقتين يا شباب 2 و3، يبقى اذا الام اي هيساوي سالب ام جي ال على ال في اكس، ام جي اكس على ال. يبقى اذا الاي طبعا هنشيل الام مع الام، يبقى اذا الاي بتساوي سالب جي على ال في الاكس. الحركه التوافقيه البسيطه، لاحظوا كده اثناء حركه البندول، لاحظوا كده اثناء حركه الجسم ده يا شباب، يكون يشبه كما لو كان هذا الجسم يتحرك على محيط دايره، يتحرك على محيط دايره. يبقى الحركه التوافقيه بتاعتنا في الحاله دي يا شباب كما لو كانت، كما لو كانت او تشبه مسقط لجسم يتحرك على محيط دايره، هذه الدائره نصف قطرها r. يمكن وصف معادله الموضع لهذا الجسم x تساوي r كوزين اوميجا t، اكس تساوي ار كوزين اوميجا تي. يبقى المعادله العامه التي تصف حركه هذا الجسم على محيط الدائره اللي هي الموضع، معادله الموضع تساوي ار كوزين اوميجا تي، حيث الاوميجا السرعه الزاويه او التردد الزاوي، والتي الزمن، والار نصف القطر. لو عملنا تفاضل او عملنا اشتقاق للمعادله دي، طبعا ده الموضع، لما اعمل اشتقاق الاول يبقى اللي هو بيساوي الفي اللي هو عباره عن دي اكس على دي تي، لما اعمل اشتقاق الثاني لهذه المعادله لمعادله الموضع يبقى الاي هيدينا ده السرعه، هنا السرعه سرعه الجسم، وهنا التسارع لهذا الجسم، يبقى بيساوي الدي تربيع اكس على دي تي تربيع بيساوي سالب ار اوميجا تربيع كوزين اوميجا تي، سالب ار تربيع كوزين اوميجا تي. طيب كوزين الار كوزين اوميجا تي في حد ذاته ده عباره عن ايه؟ ار كوزين اوميجا تي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس، عباره عن الموضع. يبقى اذا سالب ار اوميجا تربيع كوزين اوميجا تي بيساوي سالب اوميجا تربيع اكس. يبقى اذا الاي هتساوي اوميجا تربيع اكس سالب السالب. هنقارن المعادله رقم 5 بالمعادلة رقم 4 اللي احنا شفناها
المعادلة رقم 4 اللي هي عبارة عن ال A بتساوي سالب جي ال على اكس، جي على ال، سوري، ال A تساوي سالب جي اكس على ال، ال A تساوي سالب جي على ال في الاكس، يبقى اذا هو سالب اوميجا تربيع اكس، يبقى اذا نكتبها هنا افضل يا شباب، تساوي سالب الجي على ال في الاكس، يبقى اذا السالب مع السالب والاكس مع الاكس، يبقى اذا اوميجا تربيع بتساوي جي على ال، اوميجا تربيع بتساوي الجي على ال. ومنها حيث ان الاوميجا بتساوي 2 باي على تي اللي هو مقلوب الزمن الدوري، 2 على 2 باي على مقلوب الزمن، او 2 باي في مقلوب الزمن الدوري، او 2 باي على التي، يبقى اذا 2 باي على تي بيساوي جذر جي على ال. يبقى اذا ناخد تربيع الطرفين يا شباب عشان نشيل الجذر، يبقى اذا التي تربيع بيساوي 4 باي تربيع ال على جي، حيث التي تربيع اللي هو الزمن الدوري اللي هو زمن الزاوية الواحدة والاهتزاز الكاملة او الذبذبة الكاملة، بيساوي 4 باي تربيع ال طول الخيط على الجي ثابت الجاذبية. من خلال المعادلة دي يا شباب هنستخدمها لإيجاد قيمة الجي دي من خلال الرسم البياني، أو من خلال عمل العلاقة ما بين التي تربيع والال، عمل العلاقة ما بين التي تربيع والال. بداية نوجد قطر الكرة، نوجد قطر الكرة وليكن قطرها دي، ثم نوجد نصف القطر بقسمة الدي على 2، نوجد نصف قطر الكرة، نصف قطر الكرة، ثم نقوم بقياس طول الخيط وليكن ال اس، يبقى اذا طول البندول بيساوي طول الخيط من نقطة تعليق على الكرة إلى نقطة تعليق في الحامل، حامل اللي هو ماسك البندول أو ماسك الخيط، يبقى اذا الطول الكل بيساوي ال اس زائد ار، أو طول الخيط زائد نصف قطر الكرة. احيانا ما بنبقاش محتاجين يا شباب ان احنا نحسب نصف قطر الكره، وخاصه اذا كانت الكره صغيره الحجم، لان تقريبا بيكون طول الخيط هو طول الخيط مع نصف القطر، بيكون مسافه بسيطه. نعمل ازاحه لوضع الكره عن وضع الاتزان بزاويه من 8 ل 10 درجات تقريبا، ونتركها تتارجح عند زمن قدر، ونتركها تتارجح ونقوم بحساب الزمن لازم لعمل 10 دورات كاملة، ونرمز ده برمز تي 10، ونقوم بحساب الزمن الدوري، حيث الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي لعمل 10 ذبذبات على عدد الذبذبات اللي هو 10. لو عملنا او لو قمنا بحساب زمن 20 دورة نقوم بالقسمة على كام؟ على 20. نسجل طبعا النتائج في الجدول ونكرر هذه العملية عدة مرات. نقوم برسم العلاقة البيانية بين التي تربيع على محور واي، تي تربيع هو احداثيات او قراءات التي تربيع نقوم برسمها على محور واي، ونقوم برسم او قراءات ال على محور اكس، حيث ينتج خط مستقيم، ينتج خط مستقيم، هذا الخط المستقيم يمر بنقطة الاصل. نقوم بحساب الميل، ومن ثم نقوم بحساب قيمة الجي ثابت الجاذبية، حيث الجي تساوي 4 باي تربيع على قيمة الميل، 4 باي تربيع على قيمة الميل، والجي تقاس بوحدة متر لكل ثانية تربيع. طبعا الجدول بالشكل يا شباب هنقوم بإجراء قياسات مختلفة للطول، طول البندول وليكن 40 سنتي، 50 سنتي، 60 سنتي، طبعا بيكون بيقسم به بالمتر، يعني هتبقى مثلا 50 من 100، يعني 5 من 10، 60 من 100 يعني 6 من 10 متر، 70 مثلا، وهكذا. ونقوم بالقيام بحساب الزمن المقابل، زمن 10 ذبذبات، ونسجل النتائج، ونقوم بحساب التي اللي هو عدد الذبذبات، زمن 10 ذبذبات، زمن 10 ذبذبات على 10، ونقوم بتربيع قيمة التي، ونتابع الفيديو المرفق لعمل التجربة في المعمل. شكرا جزيلا.